تليفون ألفا، مرحبا بيك. أهلا، السلام شو عليكم. أحوالك لالا؟ الحمد لله، الله يخليكم. محلاها الميسيون بتاعك والله. يعيشك يعيشك. السلام عليكم الكل، باش ما نتحدى حد بيه. يعيشك. أنا عايشك باش وقت عمري أنا سيديجا شوف الثاني رزون ونحس في قلبي هكا دقة زيدة كي نتفكرها بالحق. ربي يعلم شنو نحس بيه. وقت عمري 5 سنين صغيرة، حتى مخ ما عنديش. احنا كانوا ديار بعض على بعضهم، كي نخرج نلعبوا كليكا. سامحني سنرزين شوية، كي نخرجوا نلعبوا كليكا فمش اسباس ما بين ديار، معناتها فما خلي وقفار، معناتها تخرج تلعب وتروح وحدك، فمش هيك الرقابة نتاع الوالدين. واحنا 6 بنات ولاد. بريف، خرجت نلعب وانا 5 سنين، جاني راجل كبير في 50 60 سنة، نتفكر كيما هكا، قال لي امشي معايا، قدر فيكم وقدركم عالي، مش باش نحكي لك الديتا. حد يعمل لي تحويل وجهه، ما نعرفش، ما عنديش عقل باش نميت. من وقتها بالفطره حبيبتي على امي، مشيت روحت لامي. لا حول ولا قوه الا بالله. كبرت وعرشت وكل قعدت لي شوك، ما حبش معها. جبت ولاد عمره 12 سنه، من العمر عام ولدي حتى 13 سنه وانا في خيلو. كي والله يمشي كل ما نجمش نسيب واحد، وديما فراه ما نغفلش علي، ما نغفلش علي، ما نغفلش علي كومبليتمون. لا حول ولا قوه الا بالله. كي كبرت 12 سنه فيقني هو، قال لي يا ما يا اخي شبيك انت ديما ترقب فيا يا اخي، ريتش مراه تبع في صغارها، خف عليا شوي. قلت له بي انا باش نخاف، سامحني حسيت في الدوخه لبت عليه. قلت له بي انا باش نخاف عليك شويه ونشوف ولدي شنو راجل ولا ماهوش راجل، معناتها نعمل عليك ولا ما نعملش عليك. كي يخرج يلعب هو تلقاني في الداخل كيما هكا، دقه زايده وخايفه ومرعوبه، وقول يا ربي زعما انا مقصره في حقه، زي يا ربي زعما نسيبه. فهمتها، قعدت هذاك علاش حبيت نكلمكم تعاوني شو شويه باش نهبط هكا نخرج من الحاله هذي. فقط انت انت فقط اللي قعد مخكية عندك في حياتك، انه الراجل الكبير هذايا اللي عمل لك تحويل الوجه، ما نعرفش شنو التفاصيل، انت ما حكيتلناش على التفاصيل، هل تحرش بيك؟ لا لا بالكل، حد حاول مي انا ما مشيتش معاه. باه مهم برش، والا انه والديك ما كانوش موجودين في الوقت هذاك والرقابه كانت ناقصه، شنو اللي مقلقك بالضبط؟ وقتها امي ماهيش قاريه مسكينه، ويسر عليها شهر 6 بنات وليد، ومن نوع اللي تعبت مسكينه وما عنديش جهد باش تراقب، معناتها تسلمت خاطر تعبت. اذا نفهم اللي قلقك انه قله الرقابه بالنسبه للاولياء نتاعك، هذاك اللي يخليك اليوم انت يمكن تعوض الرقابه اللي كانت لك ناقصه في فتره ما على ولدك اليوم. وليت ياسر راقب فيها على الاخر، ظلوا صدقني ظلوا، قال يا ماش بكل ما نمشي كان الوحيده انت تبعني كي نبدا نلعب. وليت نحكي معه، حتى كي نحكي معه نبدا نحكي معه ولا نوصيه ولا حاجه، نوصل نلعب ونقول رد بالك يجيك حد يعيط لك ولا حاجه، ساعات يقتلك لطف عليك، نور له في ميساج خايب برشا، حب نلعب باش ما يسوش في البيج اللي عشتو انا، قلت فيش واحد يطمعك بيلم تاع ريسبيرونس، تمشيش هكا حتى في كاسكروت حتى في جازوزه، وليت نعمل له في سيناريوهات اكبر من عمره، ما كتبته مش رعب، ما يحاول هكا. يا ألفا راهي قاعده تزرع في الخوف في ولدك. يعني هل الأفكار هذية بعد نهار آخر هي بيدها نجم ترجع عليه؟ ثاني حاجة راهو نجموش نحكمه في كل شيء، دونك خواخ كونك تخمم اللي كل شيء نجمو سيطروا عليه، ولا كانوا نجمو والديك يسيطروا على الموضوع، زادا كيف كيف غلط. راهو لي زاكسيدون دون سيت في أغيف، يعني ينجم يكون حد سير لطف يعني عليه وعليك، نجم يكون حتى في المدرسه في حد ذاتها، في المدرسه نجم يكون من اقرب الناس ليك وما تتوقعيش، مش حتى لبرا. دونك الحوادث تصير، وعلى ذلك نحكي على حاجه اسمها لاشي بريز. لاشي بريز هي الحاجه اللي تخلينا نبعدوا على الخوف هذايا. يعني واحد في بلاصه يكون فرحان اللي عنده وليد ويحمد ربي وعايش دون غراتيتود، عندي وليد عندي عائله فرحان، الحياه باهيه يعني. مي ابخي تو نحن قاعدين فيها مده، قاعدين ضيوف فيها وماشيين على روحنا في بلاصه نتمتعوا بها، ليه نحن نعيش بالرعب هذاك والخوف ونزرعوه في صغارنا زاده. دونك صحيح الاحتياط واجب، صحيح عندك ولدك لازم توعيه، ومع الاسف راهو قضايا الاغتصاب وخاصه اغتصاب الاطفال ماشي وزيد، اوكي تفهمنا، اما لازم نوعيو صغارنا، نكونوا منتبهين لصغارنا، ولاي تصرف مريب
عند صغار ولا حاجة تتغير في سلوكياتهم. أما مش لدرجة نتحاولوا البيج براذر يعني نحن نعملوا لهم دي كاميرات سورفيونس ونكونوا على وجههم نهار كامل. هو بيتو كيفاش يتعلم، كيفاش بتعلم الطفل من خطة مع العبيد؟ سينو بالعكس كان توا خايف عليه وتو لو سور بروتيج نهار آخر ينجم يعني بالسذاجة اللي باش تكون عنده يكون عرضة أكثر لحاجات أخرى هو ما جربهاش ما يعرفهاش ما فهمهاش. بتتخ أنت الحادث ذاك اللي صارك خليك بتتك كبرت تعرف ما تبعش العبيد، والحمد لله اللي هي صارت على حد هذاك وليت تفهم اللي واحد كي عيط لك ما لازمكش تتبعه. الغلطه شنو اللي ما قالوا لكش من لورا كي عيط لك عبد ما تتبعوش؟ ما انت تو قلتوا الكلام هذا يا لولدك، قلتوا اكدتوا وعاودتوا ورعبتوا لانه وقت اللي تقول ما نخلطوش للرعب نخلطوا فقط نفسروا. وشوف راه فما انا نمن اللي غيان نغيف وزاغ بوتيتر كو هذاك المساج اللي جاك والحاد اللي صار في كي عمرك 5 سنين بوتيتر كان السبب باش ينقذك من حكايه واحده اخرى. دونك يلفو اكسبتي لا في كيف ما هي بالباهي نتاعها والخايب، الخايب نتعلموا منه حاجات. يعني ماهيش ماشيه سكه الدنيا لي زاكسيدون ساغي، وخاصه انه ولدها توا تقريبا 12 سنه معناتها هو مش يدرك الخطر لانه فات مرحله الخطر 12 سنه يعرف شنو الباهي شنو الخايب، يعرف اللي ما لازموش يتبع عباد ما يعرفهمش. كوليج يدخلوا كوليج يمشي وحدهم يولي ويجي وحدهم. ب ألفا ألفا ما زلت معنا أي معك مهم برشا إنه راو الحياة إنه تخلي ولدك زدا يعمل تجاربه في الحياة لأنه هو راجل في الأخير بعد باش يحتك مجتمع. قديش باش تقعد أنت حاميته لازم يجيح ويتكربس وتصير له مواقف ويخرج من المواقف هذيك وباش يعرف كيفاش يتصرف في المستقبل. قديش باش يقعد ديبندون منك أنت، قديش باش يقعد ديما أنت مرجع النظر ليه، لازم يخالط ولازم يعرف. مهم برشا. من عرش محمد كان شاطرني الرأي بالضبط. هو نتصور في تربيتنا لصغارنا يلزمنا نعلمهم والحاجة نوعيهم وثاني حاجة نعطوهم الخطوط الكبرى للسلوك، نفهموهم هذيك تجي وما ذيك ما تجيش، هاو كيفاه نتعامل في الحالة هذه، ونسيبوهم يعيشوا حياتهم بكل حرية خاطر الطفل عنده مستقل وديجا هو يكون في شخصيته. انت ماكش باش تبقى عمرك كل باش تراقب فيه، انت زاد مسؤول باش تبني له شخصيته. هو ما نجمش يبني شخصيته على اساس امه باش يستانس كما حكيت الدكتوره بالوضعيه نتاعك الحمايه الزايده هذيك في الاخير، اما باش يتمرد ويحسها مصدر امه باش تولي مصدر ترهيب ومصدر يعني باش تصيرك الفرقه هذيك، ولا باش يخضع ويستسلم للتوصيات والحمايه امه وفي الاخير باش يفقدك الحلقه ما عادش يبني شخصيته وغيره. حاجه اخرى يلزم احنا نفرقوا، ماهوش المجتمع الكل سوداوي الكل فما تفريق في الحالات الشاذة يعني ناخذها بعين الاعتبار لكن ما نقصوش عليها مجتمع كامل. اكيد فهم كما فما الباهي فما الخايب. الصغير نعلموه كيفاش يعيش، يعني نعلموه ونسيبوه يعيش ونراقبوه من بعيد يعني فما حاجات معينه ونخلوه على راحته الصغير باش ينجم يخلط، باش ينجم يخلط. واكثر حاجه اللي يتعلم منها الصغير يبني منها شخصيته الاختلاط بالناس وبالشارع. اكيد ألفة لانه اليوم كي باش تراقب برشا ولدك كيما قال توا محمد، يا اما باش يطلع ناقص في تكوين شخصيته والا باش ينسقفك الخوف والرهبه هذيك اللي انت عايش فيها. وتوقع انت توا كي هزيت التليفون وكلمتنا قلت لسين يرزين وعندي دقه زايده، تصور انت ولدك يعيش في نفس الوضعيه، هي اصلا وضعيه مقلقتك، تحب تهزها لولدك؟ تحب ولدك يعيش نفس التصرف هذا؟ ليلي ما نحبش، اما كي نتفكرها ساعات هكايا حتى شوف حتى المسلسل ما يشدنيش هكا سينيور زين، حتى ما سيني يرزل ما عادش نجم نركب جمله. انت قلت لك يخرج يلعب في الحومه، انت عندك الاحساس هذا؟ هذه الاشكاليه. يخرج مثلا يلعب خاطر انا نسكن بحذايا استاديو، معناتها مش اللي بحذايا يمشي مع جروب اصحاب وقول سبحان الله فيك الغفله هيك مثلا ما نعرفش شي واحد اكبر منه 16 سنه خاطر يلعب مش هو 12 سنه يلعب 15 16 معناتها يعملوا جروب كامل وقال قول سبحان الله شيش هكا يتحايلوا عليه يشوفوه بعاقل يشوفوه بريء. فهمت نبدا هكا ساعات هكا نزرف نشوفوا شنو نوصيهم خوكم معاكم كذا تلقاني قلبي هكا قديري كان يصاب نقول بعضهم المشاكل معناتها كل مره نلقى له سبه مش ديما هكا ما يلزمك
لكن انت واعيه انه انت راك قاعده تضر في ولدك. اكيد المراقبه باهيه، اكيد كلنا نخافوا على صغيراتنا، انك تراقبوا باهي، لكن اما ما يكونش شيء مكثف، وهذا هو الاهم. عندك كلمه اخرى؟ حاجه اخرى، علاش انا قلت اكدت على لاشيبريز تو قبيله، لكن معنا سي توفيق خايف لمرته تخليه، خايف لمرته تخليه، خايف لمرته تخليه، مرته خليته. نو بور فينيس باغ سو رياليزي، الحاجه اللي نخافوا منها تظهر قدامنا، يعني كونت اون ا بور دو لو اون فيني باغ لو رونكونتري، يعني بوتيتر الخوف نتاعك هو باش يخلي الحاجه هذيك تصير، تجلب لي زوند نيجاتيف. اون اتير ابخي تو اللي داير بينا سي كان دي بونسي نتاعنا، يعني على كل ما نتوقعوا الحاجه للي الفيني كونها تصير، ومن بعد تقول اه ما توقعتها، لا انت مش توقعتها، انت خلقتها اصلا. اكيد ان شاء الله على كل الفه لازمها تمشي لبسي تحكي معاه في اطار الموضوع هذايا يعالجها. وي وقبيله راهو نعاود نكررها مره اخرى، راهو ما مانيش نحكيو على امراض نفسيه، ما عادش فما حاجه اسمها مرض، اضطرابات لا بسيكوثيرابي، يعني ماهيش مجعوله للمهبله، راهو فما اضطرابات نفسيه، راهو الشخصيه نتاعنا والنفسيه نتاعنا عباره تابلو دبور نتاع طياره، برشا بوتونات، عرفت؟ ساعات فما دي ديفايونس، ساعات مستحق رجلاج، حاجه شفتها، حاجه عشتها، تجربه مريت بها، حتى خبر شفته في التالي، مستحق من بعد بوتيتر امتي رجلاج باش ما تدهورش الحاله. باهي مهم برشا. 31 380 1058 550 706 ناخذوا سونيا معنا على التليفون. سونيا مرحبا.